بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وكنا قد توقفنا عند قوله باب بنيان الكعبة. قال باب بنيان الكعبة. وقبل أن نبدأ في هذه الترجمة، كان في باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها، يعني هناك كلمة كانت ساقطة في هذه النسخة يعني التي معي. قال: جاءت هند بنت عتبة فقالت رسول الله: ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. أحب، دي كانت ساقطة من النسخة التي كانت معي، فإن كانت ساقطة عند يعني أحد الإخوة إن شاء الله تعالى يكتبها. قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: باب بنيان الكعبة. ثم ذكر رواية عن عمرو بن دينار قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقق من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن دينار وعبيد الله ابن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. قال: جدره قصير فبناه ابن الزبير. نتكلم على بنيان الكعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقصد بهذا الكلام في بنيان الكعبة هو بنيان الكعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قبل مبعثه، كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجار. وكان السبب أن امرأة كانت تجمر الكعبة فطارت شرارة في ثياب الكعبة فأحرقتها، فاحتاجوا بعد ذلك إلى بنيان الكعبة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي: اجعل إزارك على رقبتك يقق الحجارة، يقق منها الحجارة. فخر إلى الأرض، يبقى الإزار على الرقبة أساس عندما ينقلون الحجارة، فينقلون الحجارة على أعتاقهم، فإن لمس ذلك الجلد فقد يصاب الإنسان بأذى أو جروح أو غير ذلك. وده يعني ما كانش هناك غضاضة عندهم في ذلك الأمر أن تنكشف هذه العورة، فرفع ذلك الإزار، وكل يفعل ذلك، فرفع الإزار على رقبته حتى ينقل الحجارة. فخر الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة، فلم تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيضا في رواية عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، فكانوا يصلون حول البيت، وكان هناك دور وبيوت يعني ملاصقة للكعبة، ملاصقة للكعبة. قال: حتى كان عمر فبنى حوله حائطا لحماية ذلك البيت. يبقى كان البيت محاط أساسا بالدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا على عهد أبي بكر الصديق وعلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما ضاق على الناس فكانت التوسعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشترى هذه الدور ثم قام بهدمها، ثم أحاط حول البيت جدار، حاط حول البيت جدار، وكان قصيرا. قال عبد الله: جدره قصير، كان جدار قصير يعني حتى قامت الإنسان. فبناه ابن الزبير بعد ذلك
ابن الزبير رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي وباب أيام الجاهلية، باب أيام الجاهلية، ويقصد بالجاهلية ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، فهو ده المقصود من الكلام. قال باب أيام الجاهلية، فذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، يبقى ده قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربيعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. ثم ذكر أيضا رواية عن سعيد بن مسيب عن أبي عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسم بين الجبلين، قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن. ثم ذكر رواية عن قيس ابن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرأى لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليه وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذته فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلوا في قبلي، فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. أيضا في رواية عن عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت، مرتين كنت في أهلك ما أنت. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخلفوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. ثم ذكر أيضا رواية عن عكرمة رحمه الله وكأسا دياقا قال ملأ متتابعة، قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبي يقول في الجاهلية أسقنا كأسا دهاقا. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة، قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله ما خلى الله باطل باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه،
فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية تبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ذكر رواية عن غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. فبيذكر هنا الكلام عن أيام الجاهلية، والجاهلية المقصود بها هو ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه. ذكر الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، جاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى قبل التشريع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يبقى في كده بعض العبادات كانوا يقومون بها ويتمسكون بذلك، زي هم في الجاهلية كانوا يحجون ويعتمرون إلى البيت وكانوا يعظمون البيت، يبقى في بقايا كده من الشعائر كانت موجودة عند هؤلاء، كانت موجودة عند هؤلاء. فكان هذا اليوم تصوم قريش، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة صام أمر بالصيام لما رأى أيضا اليهود يصومون ذلك اليوم، ولما سأل عن ذلك قالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى، فقال نحن أولى بموسى منهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه، يبقى لم ينسخ حكم صيام عاشوراء، ولكن أصبح على الاستحباب بعد نزول وفرضية صوم رمضان. يبقى قبل صوم رمضان يبقى في بعض الشعائر التعبدية منها أنهم كانوا يصومون عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي في الناس من كان قد أكل في ذلك اليوم فليتم ذلك الصوم، ومن لا يأكل فليتم ذلك الصوم، فده يمسك عن الطعام حتى الغروب، يبقى من كان قد أكل في النهار عاشوراء فأمره بالإمساك حتى الغروب، ومن كان لم يأكل يبقى أمره أن يستكمل ذلك الصوم حتى الغروب. يبقى هذا يوم كان تصوم قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ولما قدم المدينة رأى أن اليهود يصومون ذلك اليوم، وذكر له أن اليهود تصوم ذلك اليوم لأن هذا هو اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام، فأمر بصيامه. وبعد ذلك لما نزلت فرضية صوم رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لا يصوم، من شاء صام اليوم عاشوراء ومن شاء لم يصم ذلك اليوم، يعني على سبيل الفرض، فرفع حكم الوجوب في ذلك وأصبح على الاستحباب، ويكفر سنة مضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن كان من قابل أصومن تاسعاء، حديث إليهم آخر مخالفة لليهود، مخالفة اليهود، يبقى يصومون يوم عاشوراء، يبقى ترى مخالفة اليهود، هل نترك هذه السنة؟ لا، ولكن حنضيف إليها يوم آخر حتى يكون المخالفة، حتى تكون المخالفة، يبقى نخالف. ومر علينا الكلام أيضا أن اليهود لما تحيد المرأة كانوا يعتزلون المرأة تماما، لا تساكن هؤلاء ولا تأكل معهم ولا تشرب معهم، ولكن يعزلونها، وجاء الإسلام فبين أنه يعني يستمتع الإنسان بكل شيء إلا النكاح، إلا النكاح، يبقى مخالفة لهؤلاء. فكذلك أكلت السحر، يبقى دي مخالفة لهؤلاء أنهم يتسحرون، يبقى هناك مخالفات، يبقى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم نخالف بها اليهود أو أهل الكتاب، يبقى نخالف أهل الكتاب، يبقى هي مخالفة لأهل الكتاب، وبالتالي على ذلك يبقى كانوا يصومون عاشوراء، أنا أصوم عاشوراء، ثم قال إن كان من قابل أصومن تاسعاء، يبقى تاسعاء وعاشوراء، يبقى مخالفة لهؤلاء. قال في ذلك بعد ذلك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ربيعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة. قال رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. إذا كان في الجاهلية يبقى كانوا يعني يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، يبقى لا يتممون العمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج كده يبقى هذه الفريضة فقط، لكن لا يجوز العمرة في أشهر الحج. وكانوا يسمون المحرم سفرا، طبعا كانوا يغيرون إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى كانوا بيزودوا كده ويغيروا من الأشهر. ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر يبقى ده نتيجة الأحمال التي كانت توضع على ظهر البعير، يبقى أثر كده على ظهر البعير، وأيضا أثر المسير يعني في خروجهم إلى الحج. فإذا برأ الدبر يبقى عادت وتم علاج هذا ظهر الإبل كنتيجة لهذه الأحمال الشاقة التي كانت توضع على متن ذلك الإبل للسفر إلى الحج. فإذا برأ الدبر يبقى عاد أيضا علاج هذا المكان. وعفى الأثر، ضاعت بقى أثار يعني أقدام هذه الإبل على الأرض. حلت العمرة لمن اعتمر، يبقى لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رابعة مهلين بالحج، يبقى اليوم الرابع من ذي الحجة، يبقى لما وصل إلى مكة كان ده اليوم الرابع من ذي الحجة. قال وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، يبقى من لم يكن قد ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي مناسك العمرة يتحلل. ثم إذا كان اليوم الثامن ذي الحجة يبقى يوم التروية حيحل به، ومن كان قد ساق الهدي يبقى لا يتحلل عند ذلك، كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرن بين الحج والعمرة وكان قد ساق الهدي. ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. قال استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو رجع بي الزمان كده إيه قرار لك هياخده؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. قلنا لأن هذا الأمر غير معلوم عند هؤلاء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أهلوا الحج بالميقات أهلوا الحج، بعد ذلك أتى إلى الكعبة قبل ما يبدأ المناسك يبقى تنقلب إلى عمرة، ثم بعد ذلك يهل في يوم التروية بالحج كهذا الحال. فلذلك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ربيعة مهلين بالحج، يبقى ده في حجة الوداع، ثم خرج المجموع ده مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلوا، منهم من أهل بعمرة، منها من أهل بالحج، ومنها من أهل بالحج والعمرة كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن أهل بالحج والعمرة، يبقى حج قران، والذي أهل بالحج مفردا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ده قبل ما يبدأ في بداية المناسك. فقال رسول الله أي الحل؟ ثم يتحلل، يبقى أمرهم أن يجعلوا عمرة ثم أمرهم أن يتحللوا بعد أداء العمرة. عمرة هذه يبقى أهله من الميقات وطاف سبع أشواط بالبيت وسعى بين الصف والمروة، بعد كده بيتم التقصير أو الحلق، عند ذلك يكون قد أدى العمرة وتحلل منها. فقالوا أي الحل؟ بالتحلل ده؟ قال الحل كله، يعني على ذلك جاز له أن يطأ النساء، جاز له أن يطأ النساء. فهم بيسألوا عن هذه المسألة، يبقى عاد يبقى الحل كله، يبقى غير طبعا في الحج، يبقى في التحلل الأول والتحلل الثاني أو الأصغر الأكبر كما يسمونه، يبقى التحلل الأول، وبالتالي يبقى التحلل في الحج كده يبقى بيفعل ثلاث أمور حتى يتحلل تماما. لو فعل اثنين من الثلاثة يبقى عند ذلك يتحلل التحلل الأول، يبقى رمية الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، يبقى ده التحلل الكامل. فعل اثنين من الثلاثة يبقى يتحلل التحلل الأول، حلل كل شيء إلا
النساء. بالفعل الثالثة يحل له أيضا النساء. فلذلك قال الحل كله، يبقى الحل كله، فيبقى حتى لو جاز نطق النساء يطأ النساء نتحلل خلاص بداية العمرة، وبالتالي في يوم التروية حيهل بالحل. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، فكسى ما بين الجبلين، يبقى جرف كده، يبقى هذه الأشياء وسد ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن. ثم ذكر رواية عن قيس ابن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من قريش قال لها زينب، فرأها لا تكلم، فرأى هذه المرأة صامتة، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لا تكلمي، حجت مصمتة، يبقى هي كده كأنها اشترط على نفسها أن هي لا تتكلم، لا تتكلم، حجت مصمتة. فقال لا تكلمي، فإن هذا لا يحل، يعني لا يحل السكوت والصمت الذي يحل لما يكون الإنسان بيتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. لكن الصمت في حد ذاته مش هو ده العبودية، مش هذه هي العبودية. يبقى قال من كان يؤمن بالله ولا يخف يقول خيرا أو ليسكت يصمت، يبقى يصمت كده أن هو يتكلم عن اللغو أو الكلام الكذب، لكن هو أساسا كيتعبد لله أن هو حيسكت طول اليوم. يبقى نقول لو كان متفكرا في آلاء الله سبحانه وتعالى، لكن غير التفكر، طب لماذا كان السكوت والصمت؟ يبقى دي ماذا يصنع؟ يبقى يتكلم، ولكن يتكلم ايه؟ بذكر رب سبحانه وتعالى، يتكلم بذكر رب سبحانه وتعالى. فهذه المرأة حجت مصمتة، فقال تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. يبقى الكلام ده كان من أثار الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى الإنسان لما نقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى بعض الأمور قد يفعلها الإنسان يبقى مخالفة لشرع الله عز وجل، لا يدري، لا يعلم، فإنك امرؤ فيك جاهلية، لأن الشريعة جاءت بمحو ذلك الأمر، أو إن هي شرعت لنا كذا وكذا، فإن فعل غير الشريعة يبقى امرؤ فيه جاهلية، لأن ده كان من أمر الجاهلية، وجاء الإسلام حتى يغير هذه الجاهليات. فلذلك قال فتكلمت، فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقوم رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. يبقى قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ الجاهلية أزيلت عن طريق هذه الشريعة. يبقى إما كان هناك بعض الأمور التي كانت في الجاهلية وجاء الإسلام وأقر ذلك، زي صوم عاشوراء، يبقى ده كان موجود في الجاهلية، ولكن ما ازداد إلا ثباتا بالإسلام. يبقى احنا بنصوم عاشوراء ليس لأنه كان يوم تصوم قريش في الجاهلية، ولكن لإقرار الإسلام به. ولذلك حقيقي الكلام بعد ذلك الباب التالي باب القسامة في الجاهلية، حكم القسامة، والقسامة ده حكم بيعمل به في الإسلام، ولكن كان على أيام الجاهلية. يبقى القسامة كانت على أيام الجاهلية، جاء الإسلام يثبت ذلك الحكم. يبقى في بعض الأمور التي كانت في الجاهلية وبالتالي جاء الإسلام وأقر ذلك، وبالتالي احنا بنفعلها، فعلها لأنها من شريعتنا، من شريعتنا. يبقى صوم عاشوراء كان يوم تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ولما قدم المدينة أمر بالصيام، ولما نزل رمضان يبقى فرضية الصيام في رمضان قال من شاء فليصوم ذلك اليوم، من شاء لا يصوم. يبقى لكن هو أقر هذا الأمر، يبقى احنا بنصوم عاشوراء لأن ده في شريعتنا، يبقى كان معمول به في الجاهلية، يبقى جاء الإسلام يبقى محى الجاهلية، وما كان من أمور الجاهلية التي تتفق مع الشريعة يبقى جاء وأقر بها الإسلام كصوم عاشوراء وكقسامة كما سيأتي في الباب التالي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم، يبقى ما استقامت الأئمة على كتاب ربها سبحانه وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يظل الصلاح في هذه الأمة.
يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس لتأمرهم بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الخيرية لقيامها بما ذكر الله سبحانه وتعالى، لقيامها بما ذكر الله عز وجل. ولكن لما فساد العلماء وفساد الأئمة يأتي أيضا وينتقل إلى فساد الناس. احنا مر علينا كلام معاوية أبي سفيان رضي الله عنه لما قدم إلى المدينة وأخذ بالقصة من الشعر وقال أين علماؤكم. أول مسألة قال أين علماؤكم، يعني ده أمر كلام في هذا الأمر من خلال العلماء لأنهم الذين يبينون ذلك الأمر. إن كان أي منكر من المنكرات يظهر يبقى هم الذين أيضا ينكرون ذلك المنكر يبينون للناس أن الناس يفعلون ذلك كعادات وأعراف ظنا أنها من الدين. قد يفعل الإنسان فعلا أو يتكلم بقول ظنه من الدين لكن ده ما تعرف عليه أو العادات والأعراف التي ورثها عن الأجداد أو الآباء فيظن أنها من الدين. يعني يظن زي الاحتفالات مثلا بالمولد النبوي أو بكذا فالناس يظنون ده من الدين، يعني يظنون يبقى هم ورثوا ذلك عن الآباء والأجداد كانوا يحتفلون ظن ده تعبيرا عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وما في ذلك فيما في أمور كده توارثوها ويظنونها من الدين ليست من الدين لكن توارث الإنسان ذلك الأمر. فلذلك قال بقاؤكم عليه يبقى على الاستقامة. قال ما استقامت بكم أئمتكم، هم جدا أمر الأئمة لأنهم الذين يحملون الناس على دين الله سبحانه وتعالى. والأئمة دول نواب عن الأمة في قيام ذي الشريعة والأحكام. قالت وأما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم، قالت بلى، قال فهم أولئك على الناس. حتى تسأل مين الأئمة دول فوضح لها المسألة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، خيمة كده أو بيت مكان تأوي ليه المرأة لأنه ليس لها مكان. يبقى المسجد بيت كل مسلم، بيت كل مسلم، فهذه المرأة ليس لها مكان فتخذ لها مكان في المسجد وكان لها حفش في المسجد. قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت عائشة وما يوم الوشاح، إيه القصة؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي اللي كانت مملوكة عندها هؤلاء، وخرجت جويرية لبعض أهلي عليها وشاح من أدم فسقط منها فانحط عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذته فاتهموني به فعذبوني. وهذه المرأة اللي أخذت إن هي أخذوا الوشاح وخبته فعذبوني حتى بلغ من الأمر أنهم طلبوا في قبلي، أي كانوا يفتشون في قبلها. فبين هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسها ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي تهمتموني به وأنا منه بريئة فتركوها. فدا يوم الوشاح تقول من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، فعلى ذلك أسلمت ربها سبحانه وتعالى. يبقى كرب وشدة تعرضت لها هذه المرأة ولكن كانت الفرجة وهو أنهم تركوها وأسلمت لرب العالمين. ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. ده كان أمر معمول به في الجاهلية لما كان يقسم كان يقسم بالآباء والأجداد، فجاء الإسلام ومحى هذا الأمر قال لا تحلفوا بآبائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله. يبقى على سبيل الحصر يبقى القسم والحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي اللهم مقلب القلوب، قال لا ومقلب القلوب. يبقى ده قسم ولكن على ذلك إما أن نقسم بالله
أو بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، بصفة صفات الرب سبحانه وتعالى. الذي نفس محمد بيده، الذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، كل ده قسم أساسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، قلنا لأنهم كانوا يحلفون بأيهم، قال لا تحلفوا بآبائكم. وأيضا نهانا أن نحلف بالأمانة، يعني ساعات البعض يتكلم كده يقول لك بالأمانة ده قسم، فنهانا أن نحلف بالأمانة، ده هذا نهي صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي كلمة بقت تجري مجرى العادة عند الناس، يقول بالأمانة، يعني بالأمانة ده قسم، يعني كانوا بيقولوا بالله فهي بالأمانة ده قسم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، كلام صريح، رواية صريحة. فمن كان حلفا فليحلف بالله أو يسع السكوت أو يسكت. وفي المقابل كده قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. يعني مش نهانا بس كده، ولكن بيّن ما في حلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى إن كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، يصمت، يسع عند ذلك، لكن لا يحلف بقى يعني برحمة الأب بالنبي غير ذلك، يبقى ده كلها شركيات. حلف الإنسان بغير الله فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، كفارتها لأن ده شرك أساسا. وإيه المقابل الشرك؟ التوحيد. فإن حلف الإنسان كده جرى على الإنسان ذلك الكلمة، فعند ذلك كفارتها أن يقول لا إله إلا الله، دي كلمة شركية. حلف بغير الله فقد أشرك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى المقابل كفارة ذلك هو أن يقول لا إله إلا الله. ومن حلف، من كان حلفا يحلف بالله أو ليسكت. قال: ألا من كان حلفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال لا تحلفوا بآبائكم. يبقى ده كلها حلف بإيه؟ بالآباء. يبقى ده أيضا من الجاهلية، ده كان حكم من أحكام الجاهلية، جاء الإسلام وأزال هذا الحكم. ثم ذكر رواية أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما أنت، كنت في أهلك ما أنت، مرتين كان يقوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقوم للجنازة، أمر أن نقوم للجنازة، جنازة يهودية بتمر، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها نفس، يعني نفس وروح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، مش يقوم تعظيما لليهودي، ولكن دي نفس من الأنفس التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قعد، قال: كنت في أهلك ما أنت، مرتين، يعني كانت يعني لها حياة وكده، والآن محمول على الأعناق، محمول على الأعناق. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل، فخلفوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. يبقى كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس، جمع اللي هي مزدلفة، يبقى جمع اللي هي المزدلفة، فكانوا يعني لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس. لكن إحنا في شرعنا متى يكون الإفاضة من جمع من المزدلفة؟ يبقى قبيل طلوع الشمس، حتى إذا أصفر جدا أفاض النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مزدلفة إلى منى حتى تكون رمية جمرة العقبة، دي الأعمال أيام النحر كما مر علينا الكلام. المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل، على جبل، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. يبقى أفاض إمتى؟ قبل أن تطلع الشمس. فده متى يفيد من أو نفيد من المزدلفة من جمع؟ يبقى على ذلك كان بيصلي الفجر في مزدلفة ثم يقف عند المشعر الحرام يستغفر ويدعو حتى قبيل طلوع الشمس، فكان يفيد من جمع أو مزدلفة، يتجه إلى منى ليبدأ أولى أعمال يوم النحر، ده كان برمية جمرة العقبة، رمية بسبع حصيات يكبر مع كل حصى.
وبالتالي لكن خالف بقى المشركين ان هم كانوا لا يفردون بجمع الا بعد شروق الشمس. يبقى احنا قبل شروق الشمس مباشره. ثم ذكر عن عكرمة رحمه الله كأسا دهاقا اي ملأ متتابعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت ابي يقول في الجاليه اسقنا كأسا دهاقا. فكأس الدهاق هي ملأ متتابعة بالكم والقدر الذي بيحتاجه الانسان. يبقى كلمه ايضا كانت تستعمل عندهم يعني اسقنا كأسا دهاقا ملأ متتابعة. يبقى ايضا كأسا دهاقا كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نعيم اهل الجنه. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد ان الا كل شيء ما قال الله باطل. وكاد اميه بن ابي الصلب ان يسلم يعني اسلم شعره ولم يسلم. يبقى اسلم شعره يبقى شعره كله كده تقراه ده شعر واحد مسلم لكن ما اسلم. يبقى كلمه لبيد الا كل شيء ما قال الله باطل يعني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يبقى كان وكاد اميه بن ابي الصلب ان يسلم لكنه ما اسلم اسلم شعره ولم يسلم. لكن لبيد اسلم بعد ذلك فقال الا كل شيء ما قال الله باطل. يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يبقى كل من عليها فان وبالتالي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يبقى كلمه صحيحه وليها المقابل عندنا هذه كلمه. يبقى نطق بهذه الكلمه وهي كلمه حق. ولكن بالنسبه اميه بن ابي الصلب كاد ان يسلم. الكلام ده منين؟ من شعره. اسلم شعره ولم يسلم اميه بن الصلب زي ما نقوله الزمخشري. تاب الزمخشري ولم يتب كتاب الزمخشري كله خرافات. يعني ده معتزل اساسا الزمخشري. المعتزلي والمعتزله دولت يعني بيعطلوا الصفات. وبالتالي على ذلك قال تاب الزمخشري ولم يتب كتاب الزمخشري يعني مش هيقدر يرفعه. يبقى لكن ايه العلماء قال الزمخشري في نهايه حياته في نهايه حياته تاب وراجع عن هذا هذه الافكار معتزلي. فقالوا تاب الزمخشري ولم يتب كتاب الزمخشري. كتابه زي ما هو هيرفعه ازاي؟ زي ما نقوله فنانه كده تابت ربنا سبحانه وتعالى لكن لا تقع رفع بقى الافلام والمسلسلات التي فعلتها. هذا يعني ده ليس في مقدورها هذا الامر ان ده بيد الغير هذه هؤلاء لكن تتوب تابت ربنا سبحانه وتعالى. طب ماذا تصنع في هذه الافلام والمسلسلات؟ هي تابت ده ما كان في مقدورها لكن في امور ليس في مقدورها. فعلى ذلك لا تيأس احد ابدا من رحمه الله عز وجل ان يتوب ربنا سبحانه وتعالى مهما صنع. احنا عندنا قصه رجل قاتل 99 نفسا واكمل المئه بهذا الجاهل اللي افتاه بغير علم وتاب رب سبحانه وتعالى وفي النهايه قبضته ملائكه الرحمه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا تيأس احد ابدا من رحمه الله عز وجل والله هو الذي يقبل التوبه عن عباده. يبقى لا تيأس حتى من كفر بالله ان تاب رب سبحانه وتعالى واقلع عن كفره فعلى ذلك الله عز وجل بيقبل توبه من تاب إليه. بل ان الله تعالى دعاهم افلا الله يستغفرون والله غفور رحيم دعاهم الى التوبه رغم انهم نسوا اليه الولد والصاحبه. وبالتالي ان تاب من شركه تاب الله عز وجل. ان تاب الى ربي سبحانه وتعالى بعد ارتكاب ما ارتكب من جرائم والاسلام والمخالفات الله تعالى يتوب عليه. ان كان بقى حقوق للاخرين ماتوا لا يستطيع ان يرد هذا الامر فربنا سبحانه وتعالى يعلم لو صدق الله عز وجل في توبته لا دفع عنه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجالية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقياني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.